السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطلبات الصف الرابع الابتدائي. النهاردة هناخد درس جديد في النحو، وهو ظرف الزمان وظرف المكان. يعني ايه ظرف الزمان؟ قال لك ظرف الزمان هو كل اسم يبين زمن حدوث الفعل. يبقى كل اسم يبين زمن حدوث الفعل يسمى ظرف زمان. وفي كلمات بنبقى نحفظها سنة رابعة تدل على ظرف الزمان، زي مثلا قال لك هنا فجرا، ظهرا، عصرا، ربيعا، صيفا، عاما، شهرا، ممكن نزود مساء، ليلا، يوما. يبقى دي كلمات بنحفظها بتدل على ظرف الزمان. قالك ظرف الزمان بقى ظرف المكان هو كل اسم يبين مكان حدوث الفعل. يبقى ظرف المكان هو كل اسم يبين مكان حدوث الفعل، ده اسمه ظرف مكان. زي ايه مثلا؟ برضو جنوبا، شمالا، شرقا، غربا، فوق، تحت، ممكن نضيف كمان امام، خلف، يمينا، يسارا، بين، وسط، وهكذا. نشوف كده في الفقرة اللي قدامنا هنا. زار المحافظ قرية ونيس صباحا. يبقى هنا نعرف هنا ايه ظرف زمان. وبيعرب ايه ظرف الزمان؟ هنقول ايه ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. يبقى ظرف الزمان بيبقى منصوب وعلامة نصبه الفتحة. فرح اهل القرية ووقف شباب القرية خلف المحافظ. يبقى خلف هنا بيدل على ايه؟ بيدل على مكان. يبقى هنا خلف هنقول ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. يصفقون له ويشكرونه وجلس المدعوون أمام المحافظ. أمام هنا برضو ظرف مكان منصوب علامة نصبه الفتحة. يستمعون إليه في اهتمام. وبعد أن وزع المحافظ الجوائز وانتهى الاحتفال مساء. يبقى مساء هنا بيدل على الزمان ولا بيدل على المكان؟ هنا بيدل على الزمان. يبقى هنا ظرف زمان منصوب علامة نصبه الفتحة. وعدهم أن يزورهم صيفا. صيفا هنا ده بيدل على الزمن ولا المكان؟ بيدل على الزمن، في الصيف. يبقى هنا صيفا هنقول ظرف زمان منصوب علامة نصبه الفتحة. يبقى نقرأ القطعة كم مرة علشان القاعدة بتاعتنا، علشان نحفظ الكلمات اللي بتدل على ظرف الزمان وظرف المكان. يبقى كل اسم يبين زمن حدوث الفعل يسمى ظرف زمان، مثل فجرا، ظهرا، عصرا، ربيعا، صيفا، عاما، شهرا، وقلنا مساء، ليلا، يوما. أما كل اسم يبين مكان حدوث الفعل فيسمى إيه؟ ظرف مكان، مثل جنوبا، شمالا، شرقا، غربا، فوق، تحت، وممكن نضيف أمام، خلف، يمينا، يسارا، بين، وسط. نبص بقى التدريبات بتاعتنا. استمع الى معلمك واكمل بظرف زمان او مكان. يعني هو محدد لناش، هنحط حسب الجملة بتحتاج ايه، ظرف زمان او مكان. استيقظت من نومي، هنقول ايه؟ ممكن نقول صباحا، ممكن نقول فجرا. رجعت من المدرسة، ممكن نقول ظهرا او عصرا. تأخرت دروسي، ممكن نقول ليلا، مساء. يبقى ليلا او مساء هنا ظرف زمان. استخدم ظرف الزمان المناسب للعبارات الآتية. يبقى هنا حدد لي هو عايز هنا ايه؟ ظرف زمان. طيب يبقى انا هجيب كلمة او اسم يدل على زمن. حضر التلاميذ الى المدرسة، يبقى امتى؟ الزمن ايه؟ هنقول صباحا. نذهب إلى الشواطئ، بإمتى بنذهب إلى الشواطئ؟ هنقول إيه؟ صيفا. تسقط الأمطار، الأمطار تسقط إمتى؟ في الشتاء. يبقى ما نقولش في الشتاء، نقول إيه؟ شتاء. هي بتبقى كلمة واحدة بس، شتاء، وبتبقى منصوبة علامة نصبه الفتحة. هنا بقى استخدم ظرف المكان المناسب للعبارات الآتية. وقف المعلم نقط التلاميذ. يبقى ممكن نقول وعايز هنا ظرف مكان، لازم نركز يا سنة رابعة. وعايز ايه هنا؟ ظرف مكان ولا ظرف زمان عشان ما نتلخبطش؟ عايز ظرف مكان. يبقى وقف المعلم ايه؟ ممكن نقول امام التلاميذ، او خلف التلاميذ، او بين التلاميذ. وقع القلم نقط المكتب، هنقول ايه هنا؟ عايزين ظرف مكان، تحت المكتب. يبقى مكان القلم وقع فين؟ تحت المكتب. جلس بكار نقط بساط الريح.
يبقى هنقول جلس بكار ايه؟ فوق بساط الريح. في ناس كتير من الطلاب بيقع في حاجة في حاجة غلط، بيقولوا مثلا جلس بكار على بساط الريح. هي على هنا ظرف مكان؟ لا، ده على ظرف، على هنا حرف جر، ما ينفعش احطها وهو عايز ظرف مكان، عشان في ناس كتير بتغلط فيها. يبقى هنقول نركز، هو عايز ايه؟ ظرف مكان. يبقى جلس بكار فوق بساط الريح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.